قومي بقى هاتي بصلتين واربع بيضات وتعالي نعمل بقى الوجبه الاقتصاديه بتاعه كل اخر شهر، بجد تحفه جدا ومفيش بيت فينا في مصر ما بيحبهاش. الاكله دي مشهوره جدا من ايام اجدادنا، جميله وتحفه واقتصاديه وطعمها بجد ما يتشبعش منه، ولا تقولي لي لحمه ولا فراخ. تعالي بقى كده في طاسه فيها معلقتين زيت، انزلي بصلتين كده حمريهم يا دوب كده ياخدوا اللون كده اللي هو الذهبي الفاتح، هتنزلي بفصين ثوم، قرن فلفل سبايسي وفلفل بقى الوان لو عندك، وهتحطي كمان بقى حوالي 3 طماطميات متشال منهم البذور بتاعتهم وتقطعيهم كويس، رشه من الفلفل، رشه من الملح، رشه من الكمون، مش هنكتر عن كده، ما بتحبش البهارات ولا التوابل الكتيره. هتحطي بقى شويه خضروات متشكلين بقى، بقدونس، الشبت، كزبره، هتحطي معلقه كبيره من الصلصه، ودي اختياري بس انا بحبها عشان تطلع معايا العجه بتاعتي لونها كده احمر وغامقه وحلوه. هسبك الخضار ده كده وافضل بقى طول ما انا بقلبه اهرس فيه كده لحد ما يوصل للمرحله دي ان هو اتسبك تماما وخلاص كده كله بقى دخل في بعضه. هبتدي بقى اطفي عليه اول ما يوصل للمرحله دي واسيبه يبرد بقى تماما على جنب. على ما الخضار يبرد اكون انا مجهزه كميه البيض بتاعتي وعليها رشه فلفل. عايزه تعملي 6 بيضات، عايزه تعملي 8، 10، 12، كميه البيض دي بتاعتك انت وبراحتك وحسب الصينيه اللي هتعملي فيها. هقلبه بقى كويس كده يدوب معايا وانزل عليه كوبايه من الدقيق واقلب كويس جدا. اهم شيء الدقيق ما يبقاش فيه تكتلات ولا البيض فيه اي كلاكيع علشان يطلع معاكي كويس. هتحطي بقى الخضار بتاعك في المرحله دي وتقلبي كويس جدا. بعد كده بقى هتدوقي بقى الملح بتاعك لو احتاجت هتضيفي، خلاص كده مش محتاجه يبقى كده تمام جدا. هتضيفي رشه من الفلفل وبعد كده معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما تزوديش فيه عشان ما تبقاش طالعه معاكي عاليه وكانك بتاكلي كيكه. بعد كده هتحطي بقى شويه من الزيت في الصينيه بتاعتك وتولعي الفرن على درجه 200 اعلى درجه، وبعد كده بقى تنزلي فيها الخليط بالشكل ده، واول ما تسخن معاكي تدخلي العجه بتاعتك في الرف الوسط بتخرج بالجمال ده، بختبرها بسنه بقى بخله اسنان من النص عشان اتاكد انها استوت، واقطعها بقى مكعبات زي الكيكه وبتبقى تحفه بجد جميله جدا. جهزي بقى معاكي 10 ترغيفة، ايوه زي ما سمعتي 10، لان انا واثقه انك مش هتقومي ومش هتسيبيهم، بجد هتاكليهم كلهم من جمالها. ولا تقولي لي بقى فراخ ولا لحمه ولا سمك، اكله اقتصاديه وتحفه جدا في اخر الشهر وجميله ومفيش حد فينا ما بيحبهاش. هاتي العيش بقى واحشيها مع قرن فلفل سبايسي، بجد تحفه، هي دي الاكله بجد اللي تستحق ان احنا ناكل كده ونتلذذ فيها من جمالها، مش هتشبعي مهما تاكلي. ولو عجبتك بقى وصفتي ما تنسينيش في لايك حلو منك وشير.